الحمد لله ان في عوده ان شاء الله للنشاط بالنسبه لقطاع الرياضه، وان شاء الله هنبتدي التدريب من يوم 20. حبيت بس ان انا اكون معاكم النهارده عشان عندنا بعض المبادئ عاوزين نتكلم فيها. النادي الاهلي مع انديه مصر كلها المفروض عليهم مسؤوليه كبيره جدا جدا تجاه الدوله، واتجاه ازاي ان احنا كلنا ندفع عجله الانتاج وعجله الحياه للحياه تستمر يعني. واللي موجود ده مش موجود بس في مصر، ده موجود في العالم كله يعني. والحمد لله احنا شايفين برضو كتير جدا بلاد العالم ابتدت تعيش، ابتدت ترجع الحياه تاني. النهارده مصر كدوله ليها قيمه كبيره جدا في وسط بلاد العالم. اعتقد القياده السياسيه وقياده عن طريق مجلس الوزراء رجعوا نشاط الرياضي تاني مره تاني. عشان كده لازم احنا نستعد، والنادي الاهلي مع انديه مصر كلها برضو لازم يكون لينا نكون عامل مساعد قوي في ان احنا نبتدي الحياه مره تانيه بشكل يناسب قيمه بلدنا ان شاء الله يعني. يمكن الحاجات اللي انا بس عايز اكد عليها حاجات الاحترازيه اللي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة أعلنوا ودونا هذا يعني كل ده نوع من أنواع الإجراءات الوقاية كويس. فمهم جدا إن احنا نهتم بكل كلمة فيه وننفذ كل كلمة فيه، ودي مسؤولياتكم مع إدارة النادي، إدارة تنفيذية للنادي مسؤولياتكم إن احنا نتابع هذا الأمر ونحاول تنفيذه بقدر المستطاع. مش قدر المستطاع، لازم يتنفس، ده امر لازم يتنفس. اذا في امور هنا انتم ما عندكوش امكانيات فيها لازم تبلغوا اداره النادي عشان احنا نحاول نوفرها لكم باذن الله. شيء مهم جدا ان انتم نبتدي بدايه ان شاء الله قويه، ومعول عليكم مع مستر فايلر ان شاء الله لما يكون موجود كويس، معول عليكم ان انتم ازاي انتم بقالكم فتره بتتعاملوا مع اللعيبه يعني نفسيا وفنيا وبدنيا عن طريق الكونفرنس كول يعني. دلوقتي خلاص هيتبقى التعامل على الواقع يعني. فانا كل بطلبه منكم واحد ان احنا نتبع سياسه الدوله وان احنا ننفذ جميع الاجراءات الاحترازيه اللي الدوله قالت لنا عليه. اثنين، ازاي تؤهلوا لاعبتكم ان شاء الله ولاعيبه النادي الاهلي نفسيا وفنيا وبدنيا للمرحله القادمه ان شاء الله. النادي الاهلي مع كل الانديه المصريه ازاي تقدم صوره ان شاء الله طيبه للفتره القادمه. محدش عارف ايه اللي جاي، ولكن احنا طالما في بدايه هنبتدي ان شاء الله بكل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، وهنبتدي بكل البدايه المنطقيه لعوده بقى لنا فتره متغيبين، البدايه المنطقيه ان شاء الله عشان نخوض مسابقات البطوله باذن الله. كل انا بطلبه بس من الكباتن المدربين مع مستر فاين يكونوا على اتصال مع بعض. الاتصال دوت على اساس ان هم يعدوا يحطوا برنامج اللي هم هيبتدوا بيه باذن الله جوه الملعب. انا عارف ان هم كان عندهم برنامج موجود بيتنفذ مع كل اللعيبه في بيوتهم يعني، لكن النهارده بقى التنفيذ ان شاء الله يعني من يوم 20 ممكن نتجمع، ونراعي المسافات ونراعي ان يكون في الملعب مجموعات ونراعي كل الامور دي على اساس ان احنا نطبق ما جاء بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللي الدولة وجهت بها. ده أمر مهم لازم يكون إن شاء الله في بداية بإذن الله بداية مناسبة وتناسب الرياضة المصرية وتناسب في النهاية قيمة الدولة المصرية إن شاء الله.